السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف السادس الابتدائي، اهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله. في الفيديو ده هنشرح مع بعض، هنقرأ مع بعض كلمات الدرس الرابع في يونت 1 صفحة 47 47، وكمان هنحل صفحة 50 و51 التدريبات اللي على الدرس الرابع في يونت 1. طيب يلا نبدأ كده ونقول بسم الله. عندنا هنا في صفحة 47 كلمات، أول كلمة حديقة عامة كبيرة في إدنبرا اسكتلندا. طيب تعالى نشوف كده بالإنجليش اسمها إيه، يعني كل دي بالعربي، بالإنجليش بقى كلمة واحدة اسمها The Meadows. The Meadows. Meadows. الاس ما تقولش الس، قولها هنا ز، يبقى The Meadows. The Meadows. 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 The Meadows. يلا قول ورايا، ما تفضلش تفرج كده بس، حرك لسانك يلا كده وقول ورايا. The Meadows. The Meadows. The Meadows. The Meadows. The Meadows. The Meadows. يبقى حديقة عامة كبيرة اسمها ايه؟ The Meadows. طيب عندي كلمة الدور الثالث، third floor. third. third floor. third floor. third. third. التي والاتش طبعا ساء، طلع لسانك فيها، يبقى اسمها third. third floor. third floor. third floor. 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 مش فلاور، ها؟ third floor. third floor. third floor. الجانب الاخر، the other side. the other. other side. the other side. the other side. طب هنا كلمة the، قلناها the ليه ما قلناش the؟ علشان الكلمة اللي وراها بتبدأ بحرف vowel اللي هي الحروف المتحركة اللي هي a e i o u، يبقى الكلمة اللي تبدأ بحرف vowels من الحروف الفاولز دي يبقى نقول زي مش ذا، نقولها زي ما نقولش ذا، يبقى زي other side. the other side. the other side. طيب منظر رائع، a great view. a great. a great. a great view. a great view. a great. a great. a great view. مسافة distance. 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 قلعة إدنبرا اسمها بقى ايه؟ إدنبرا كاسل. إدنبرا. إدنبرا. الجي والإتش سايلنت هنا، يبقى اسمها إدنبرا كاسل. كاسل. التي سايلنت. كاسل. كاسل. قلعة. كاسل. 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 إدنبرا كاسل. إدنبرا كاسل. طيب هنا عندي كلمة دافئ، warm. 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 دافئ. خصوصا especially. especially. مش specially، لا especially. special. السي اي اي هنا ش، يبقى اسمها specially. 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 على سبيل المثال، for example. 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 طيب اسكتلندي الجنسية، يعني الجنسية بتاعته ان هو اسكتلندي، من دولة اسكتلندا. سكوتش. 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 الاس اتش طبعا ش، يبقى سكوتش. 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 طيب عصيدة اللي هو طعام تحلية، يعني بياكلوها بعد الاكل، يحلوا بيها، يعني زي ما عندنا هنا بنحلي بعد الاكل مثلا بحلويات او كده. طيب اسمها ايه بقى؟ porridge. 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 طيب عسل، honey. 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 طيب تقليد عائلي، family tradition. family tradition. التي اي او اي هنا، التي اي او ان شن، يبقى family. family. family يعني عائلي خلاص او عائله. tradition. 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 tradition يعني تقليدي. tradition. tradition. طيب تعال نحل
صفحة 50 51. أنا طبعا مجهزة لك الحل. أنا عايزاك إن أنت تكون حل الأول بالقلم الرصاص وبعد كده تأكد من حلك معايا. الكلمة اللي أنت مش عارفها حط عليها العربي بتاعها وانزل بيها عمود، عشان الإنجليزي بيتحفظ بالورقة والقلم، ما ينفعش تحفظ شفوي كده تبص بعينك تحفظه، لا احفظه بالورقة والقلم. طيب تعالى لصفحة 50، بيقولي هنا تعالى نقرأ الجملة ونعرف معناها ايه، معنى كل كلمة بالعربي. I have a lot of new، يبقى أنا عندي كثير من ايه، new ايه، يبقى new friends، كثير من الأصدقاء. At school، في المدرسة. I love them all، أنا أحبهم جميعا. طيب number two، in Egypt، يعني في مصر. Most people eat، معظم الناس بيأكلوا. فول مدمس، for breakfast، على الإفطار بيأكلوا فول مدمس. طيب number three، I don't meet my friend for a long time، يبقى أنا ما شفتش صديقي لمدة طويلة. I miss him so much، يبقى أنا أفتقده كثيرا. miss يعني يفتقد أو يوحش. طيب number four، بيقول لي our apartment، يعني شقتنا. is هتبقى on the third floor، يبقى في الطابق الثالث. هنا عندي هنرتب الجمل، لازم تعرف معناها ايه بالعربي عشان لو جات لك بطريقة تانية تكون عارف معناها وتعرف ترتبها. بيقول لي هنا how، يبقى how are things، how are things with you، يعني ايه how are things with you، يعني كيف حالك، يعني كيف تسير الامور معك. يبقى how are، دايما are طبعا فعل مساعد، فهيجي number two أداة استفهام فعل مساعد. يبقى how are things with you، how are things with you، احفظها بقى، يعني بقى كيف تسير الأمور معك. number two، أبدأ ب our، يبقى our apartment is in the city center، يبقى our apartment يعني شقتنا تكون في وسط المدينة أو مركز المدينة. يبقى our apartment is in the city center. طيب number three، هنبدأ ب it's. It's on the third floor، يعني إنها تكون في الطابق الثالث. It's on the third floor. Number four، هبدأ بwe، يبقى we have a great view، يعني نحن عندنا منظر رائع. Over the trees، يعني over the trees يعني من على الشجر. We have a great view over the trees، over the trees. طيب عندي number five، هبدأ بthey، يبقى they usually make it with milk. They usually make it with milk، يعني هم usually يعني عادة يصنعوا مع اللبن، طبعا شاي بلبن بقى ولا أي أكل بلبن. يبقى they usually make it، أنا شاورت على الطعام أو الشراب ده اللي هو بإت. طيب تعال نشوف الصفحة التانية، عندنا صفحة 51. طبعا ده عايزك تكتب ايميل، هتلاقي عندك ايميل هحطه لك في صندوق الوصف دلوقتي. هتنزل على صندوق الوصف هتلاقي اللينك بتاع ازاي تقدر تكتب ايميل بكل التفاصيل بتاعته علشان تعرف تطلع to و from و subject بطريقة سهلة جدا. وطبعا ما تنساش المقدمة، وبعد كده تكتب paragraph عادي جدا، وفي الاخر هتكتب الخاتمة بتاعتك see you soon او best wishes او ايا كان الخاتمة اللي انت بتكتبها. وان شاء الله يكون خطك كويس، بين كل كلمة وكلمة تسيب مسافة، وبعد كل جملة تحط full stop نقطة. طيب تعال نشوف البونكتويشن. عندي هنا بيقول لي how is your family، يعني كيف حال عائلتك، ال h of how، وفي الآخر question mark علامة استفهام. طيب عندي هنا بيقول لي Egyptian food، يعني الطعام المصري. is good، يكون جيد. طبعا الإي في Egyptian، هنحط الإي في Egyptian، وهنحط في الآخر follow stop علشان دي جملة خبرية. طيب بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنساش اللايك، يلا حط اللايك دلوقتي، ولو أول مرة تشوفني يلا اعمل سبسكرايب واشترك في القناة عشان يوصلك كل درس إن شاء الله لآخر المنهج وحل تدريباته إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم مسمونة صبحي.